ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اللي ما فعلتش الجرس نتمنى انها تفعلوا. مرحبا بالمشتركات جدد، ونقول لكم لعلي عجبكم الفيديو خليوا لي لايك. اليوم كاينين مشتركات اللي طلبوا مني كيفاش يقشروا اللوز، راح نعطيكم طريقة كيف تقشروه وكيف تشيحوه. لذلك لهذا الوصفة راح نحتاجوا لوز الكمية اللي عندك، انا عندي هذا، وماء مغلي، انا الماء ها هو راهو غلالي. دوك نروح نحط فيه هذاك اللوز، نطفي على الماء اللي غلالي، ونروح نحط مباشرة هذاك اللوز. ونخليه شوية، نلقى القشرة هذيك طرات، نخليه شويه، ما نخليهش بزاف باش ما يطرى لكمش في الماء، من بعد يطول باه يشيح. جوست ما تبدا القشره هذيك تطرى، تبدا تجيك سهله باش كلي تبوط هكا، كلي تنفخ باش تجيك سهله للتقشير، نحيه ما تخليهش يطول في الماء. هنايا كيما قلت لكم اني غليت الماء برك وطفيت النار، تقدروا تستعملوه لكلش، حلويات، شبح الصفرا، تستعملوه بزاف حوايج. دوك نعزلكم كيفاش تجفوه ثاني، والطريقه وين تشيحوه وكيفاش تحطوه. حنشوف مازالت، شوف هاي بدات تتكمش هاد وحده، اي مازالت تخليه شويه ويت راهو كما راهو كان غالي، طفيت عليه وحطيت. شوفوا كي بدا، ها هي شفتوا البنات، ها هي نزيد نشوف بدات تسحال، معليهاش فوالا. هاي ليه تفرغ من القشرة، ها هو شفتو، هاي طريقة سهلة خلاص. يفوتو تبوط هاديك، تنفخ هذيك القشره تلقاوه يطير وحده. نروح نكمل نقشرو ونولي لكم باش تشوفوه وتشوفوني كيفاش راح نجفو وفواش راح نحطو باش يشيح، ونقول لكم بعد ان شاء الله. بعد ما خلصتو ها هو قشرتو كل، شوف ها هو قشريه، لازم تدي وقتك شويه معاه باش تنحيلو، باسكو فوالا بالحبه شويه ساهل يجي بعد ما ديريه في الماء. درك واش ديري، جيبي بلاطو ولا حاجه وجيبي طرف تاع قماش تاع المطبخ وحطي هذاك اللوز تاعك باه يجف لك. هايا حطيته، وزعيه برك باش ما يبقاش على بعضه، وحطيه يجف يعني ينشف لك خلاص. ها هو كيفاش وزعته، ها هو ما تحطيهش في الشمس، حطيه في بلاصه برك في الظل، ولا حطيه في الدار يشيح لك منين يكون الكورون داير راهو يشيح. ان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم مفيد وتكونوا عرفتوا كيفاش تقشروه هكا، يعني صراحه كي ديروه في الدار خير من تشريوه، كاين تجار يخدعوا يعني في اللوز هذاك المرحي. المهم ان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم عجبكم وفادكم، وانا نقول لكم في الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه، سلام.